تقدم الرئيس عبد الفتاح السيسي بالتهنئة للرئيس الكيني ويليام روتو لفوزه بالانتخابات الرئاسية الكينية. وأعرب الرئيس السيسي عن تمنياته للرئيس الكيني بكل التوفيق في قيادة كينيا وشعبها الشقيق نحو مستقبل مشرق ومزيد من التقدم والازدهار، مؤكدا حرص مصر على مواصلة تعزيز روابط الأخوة مع كينيا واستمرار التنسيق بين البلدين حول كافة الملفات الإقليمية ذات الاهتمام المشترك.